وأرجو النزع عن الروح التي تزور المنازل التي تحبها أثناء وجودها في النعش وذهابها للكنيسة وقبل ذهابها لمكان أي يعني تسيب النعش وتروح في أماكن أخرى. قولوا هذه حقيقة نشاهدها ونشعر بها كل من يحمل النعش. المشاعر الخاصة دي لا تكون عقيدة. يعني الناس لما بيحملوا النعش بيحملوا الجسد ولا الروح؟ بيحملوا الجسد. فهل الجسد هو اللي عايز يروح حتة تاني ولا الروح؟ ميزوا بينهم. ثم الجسد من غير روح هيعمل ايه؟